مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أحييكم من هنا من داخل القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشيو في هذا الحوار مع الرئيس الصومالي السيد حسن شيخ محمود. سيادة الرئيس، أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر. ودعني أبدأ معك بالطبع من تطورات الأحداث في الأراضي المحتلة والحرب التي تشنها إسرائيل الآن على لبنان. أنتم في الصومال كيف تتابعون هذا المشهد؟ شكرا جزيلا سيد أحمد على استضافتي ودعوتي لهذه المقابلة. نعم، كما تعرفون فإن موقف الصومال طالما كان واضحا وجليا، وطبعا نحن نقف إلى جانب الدول العربية والعالم العربي والعالم الإسلامي والأسرة الدولية أيضا. نحن نعتبر أن ما تقوم به إسرائيل أمر يستحق الإدانة. موقفنا واضح، نحن يؤسفنا جدا ما يحدث، وهذا كان موقفنا فيما يتعلق بحل المشكلة. نحن نعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأفضل، بحيث يمكن الفلسطينيون من الحصول على دولتهم الخاصة بهم. هل تعتقدون أن على المجتمع الدولي، كان يجب على المجتمع الدولي يكون له دور أكبر أمام هذا العدوان الذي تقوم به إسرائيل على كل من فلسطين ولبنان؟ نعم، بالتأكيد الأسرة الدولية لا تقوم بدورها الذي ينبغي أن تطلع به. نعم بالتأكيد الأسرة الدولية تعمل على صعيد الإنساني وعلى جوانب أخرى، وكثير من الشركاء يعملون ومن أجل فتح حوار بين الطرفين، ولكن الأسرة الدولية ينبغي أن تفرض مزيدا من الضغوط على إسرائيل من لكي توقف هذا السفك غير الضروري للدماء، وأن تجلس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام دائم واستقرار يجلب السلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار ومن خلال قبول حل الدولتين، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا. نتذكر أنه في عام 2003 عندما اقترح العاهل السعودي الملك عبد الله الراحل، قدم مقترحا يتمثل في خطة السلام العربية، ولكن للعقود الماضية لم تقبل إسرائيل تلك الخطة. لذلك على إسرائيل أن تتقبل الواقع وتقبل بمسألة أن الشعب الفلسطيني يملك الحق في الوجود والحق كذلك في إقامة دولته الخاصة. أنتم من الدول المطلة على البحر الأحمر، لكم شواطئ طويلة على البحر الأحمر، وبالتأكيد من الممكن أن تكون تأثرتم بما يحدث في البحر الأحمر، تأثرتم بما يقوم به الحوثيون من استهداف للملاح، خصوصا السفن سفن الاحتلال الإسرائيلي. كيف تنظرون لهذا الأمر سيادة الرئيس؟ طبعا من يدعم الحل السياسي ينبغي أن يكون له دور. نعم، هذا الموضوع ما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على معيشتنا وعلى تنمية بلدنا، وكذلك يؤثر على أمني واستقرار البلد. منطقة البحر الأحمر باتت خارجة عن السيطرة، وخطوط الملاحة الدولية باتت تواجه مشاكل وصعوبات. نعم، هنالك ايضا عمليات تهريب اسلحه غير قانونيه للصومال وغيرها من دول المنطقه. نحن ناسف جدا اجاء ما يحدث في منطقه البحر الاحمر، ولا طبعا لسنا راضون عما يحدث. نعم سياده الرئيس، هل دعيتم للمشاركه فيما يعرف بعمليه حارس الازدهار تحت الولايات المتحده الامريكيه، او حتى العمليه الخاصه باوروبا، لما يقال عن الضغط على الحوثيين أو محاربة الحوثيين في البحر الأحمر أم لا؟ وما موقفكم من هذه العمليات أساسا؟
we have not been invited. لا لا لم يتم دعوتنا للمشاركة في تلك العملية حراس الازدهار، ولكن إذا ما تم دعوتنا فإننا سنسهم بكل ما يمكننا تقديمه، ولكن موقفنا واضح، نحن نفضل الحلول السياسية من خلال الحوار. نعم، اسمح لي أن أذهب الآن للموضوع الأهم والذي يشغل بال عدد كبير من الصوماليين، الأزمة مع إثيوبيا بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال الانفصالية. هل هناك جديد؟ لماذا فشلت كل يعني محاولات تقريب وجهات النظر، سواء من قبل الاتحاد الأفريقي، من قبل تركيا، حتى من قبل الصين كما يقول البعض؟ لماذا فشلت هذه المحاولات؟ Well, it has only been tried three times. طبعا الأمر تم محاولته ثلاث مرات، مرة في نيروبي في كينيا، والمرتان الأخريان في تركيا. موقفنا هو مختلف، موقف الصومال كان ثابتا ومتسقا. نحن طلبنا من أثيوبيا أن تصل إلى البحر من خلال الصومال، من خلال القواعد والقوانين المتفق عليها. وأقول لك أحمد أن هنالك 16 دولة إفريقية ليس لديها أو ليس لها سواحل على البحار، ولكن يمكنها الوصول إلى البحار. أثيوبيا مشكلتها ليست الوصول إلى البحار، ولكن تريد أن تسيطر على أراض تابعة لجمهورية الصومال. وطبعا أثيوبيا لها وصول أو إشراف على البحر من خلال جيبوتي، ومن خلال أيضا من الصومال في ميناء بربرة، منطقة بربرة. لذلك هدفهم ليس الوصول إلى البحر، بل هي السيطرة على أراض من تابعة للصومال، وتريد إنشاء هذا الممر إلى الصومال إلى البحر، وهي تريد أيضا إنشاء قاعدة بحرية في منطقة خليج الصومال أو بحر عدن لتكون قوة في المنطقة، وهذا لن يحدث. ولذلك هذا هو الفرق بين الموقفين. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد كان له تصريح شهير، قال فيه: نريد الحصول على ميناء من خلال الوسائل السلمية، لكن إذا فشل ذلك فسنستخدم القوة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ لا جوهر وروح المذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس وزراء أرض الصومال تقوم على أمرين: الوصول إلى البحر، والأمر الثاني هو إنشاء قاعدة بحرية. وهذه ستنشأ ويتم إنشاؤها على أراض صومالية تشرف على البحر، وبالتالي كيف يمكن أن نقبل بهذا الحل الذي تطرحه أثيوبيا؟ إن الهجوم على الصومال والهجوم على سيادتها، على وحدة أراضيها ووحدة الصومال، هذا يعد خرقا وانتهاكا للقانون القوانين الدولية، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ميثاق الإيجاد والاتحاد الأوروبي، وكذلك الجامعة العربية. وبالتالي فإن أثيوبيا تصرفت خارج إطار القانون الدولي، وما زالت تصر على أن الحل ينبغي أن يكون وفقا لشروطها دون العودة أو الاستناد إلى القوانين الدولية. سيادة الرئيس، ماذا ستفعل الصومال إذا أخذت إثيوبيا خطوة للأمام مع أرض الصومال وذهبوا لتوقيع اتفاقية رسمية في ما ترفضونه أنتم؟ ماذا أنتم فاعلون في هذه الحالة؟ الصومال recognition by Ethiopia is not a recognition to Somaliland. اعتراف اثيوبيا بالصومال لا يعد اعترافا بما يسمى ارض الصومال. هذا يقوم على اسس دستوريه وعلى اسس قانونيه. مشكله ارض الصومال هي مشكله صوماليه. اذا اختلفنا او اتفقنا، اذا انفصلنا او توحدنا، هذا قرار سيادي يخص الصومال ولا تقرره اثيوبيا. وبالتالي فان موضوع ضم الاراضي موجود
منذ 30 عاما الإيجاد لم تعترف به ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى الأمم المتحدة لم تعترف بأرض الصومال، وبالتالي ليس هنالك أي سبب شرعي لأثيوبيا لأن تعترف بجزء من دولة أخرى، وهذا من شأنه أن يفتح صندوق الشر ويقود إلى أزمات تلو أزمات. أثيوبيا تمثل مصدر زعزعة للاستقرار للسلام، وهي لا تسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة بل هي تمثل تهديدا لهذا الاستقرار حاليا. سيادة الرئيس، هناك تقارير صحفية تتحدث على أن إثيوبيا قامت بالاستيلاء على بعض المطارات في جنوب الصومال، ما حقيقة الأمر؟ There is, you know, Ethiopia is not only claiming the إثيوبيا لا تدعي بما ورد في مذكرة التفاهم، بل هي تتدخل منذ سنوات طويلة في شؤون الصومال، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم تلك فإن إثيوبيا زودت الفصائل ورجال قبائل في المنطقة الحدودية بالأسلحة. هذا موجود في المصادر المفتوحة، أسلحة إثيوبية قامت بإرسال إلى الصومال بشكل غير قانوني، وفي الجزء الجنوبي من الصومال وفي منطقة جيتو على وجه التحديد، فإن إثيوبيا احتلت كل مدارج المطارات وتدعي أن مصر ستأتي وبالتالي احتلت تلك المدارج من أجل حماية الصومال. لذلك لا أعرف على أي أساس تستند قانونيا وشرعيا. إثيوبيا خرقت كل القوانين والمعاهدات، سبب وجود هو من خلال اتفاقية الثنائية بين الصومال وإثيوبيا، وإن العداء بين إثيوبيا والصومال يعود إلى مئات السنين، ليس بجديد، هو يعود إلى مئات السنوات، ولكن أنهيناه مؤخرا. ونحن في الصومال بدأنا بفتح أبوابنا للدول الجوار من مبعث حسن الجوار، ونعمل على تعزيز العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، ولكن للأسف إثيوبيا خرقت تلك الثقة، والآن هم يعيدون هذه المشكلة إلى قرور مضت ويفتحون وينكؤون جروحا قديمة بين البلدين والتي تعود إلى قرون كما ذكرت. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتحلوا بالحكمة وأن يعملوا على حل هذه المشكلة من خلال السبل والوسائل السلمية. طلبتم نشر قوات مصرية تحت مظلة بعثة سلام تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بدلا من القوات الإثيوبية التي ينتهي دورها نهاية هذا العام. إثيوبيا ترى، ودعني أقول لك ما قاله وزير الخارجية الإثيوبي نصا، قال نشر بعثة حفظ سلام في الصومال بخلاف الحالي يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار في الصومال، وأن إثيوبيا لن تقف مكتوفة الأيدي، ما رأيكم؟ No. هذا ليس صحيحاً. الصومال هي دولة ذات سيادة، وإذا ما شاركت مصر في قوات حفظ السلام فهذا قرار يعود للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وإذا ما أرادت مصر أن تكون جزءاً من هذه البعثة لكن إذا ما وافقت الصومال مع مصر لأن تستدعي أو تستضيف هذا قرار سيادي. مصر والصومال هما دولتان ذاتا سيادة وتقرران عما تقرران ما يتفقان على القيام به، ولكن المشكلة أن إثيوبيا من تخلق المشكلة هنا ليحلوا مشاكلهم ولا يدعوا ولا يحاولوا أن يملوا على الصومال ذات السيادة بما يتعين عليها القيام به. هذه هي المشكلة، هم لن يفعلوا ذلك. عالم اليوم بات يختلف عما كان عليه منذ قرون، نحن في عالم معاصر حديث، والصومال لديهم كثير من الخيارات من أجل التعاطي مع هذا الموضوع، ولكننا ما زلنا نأمل بأن تحالف عملية تركيا النجاح لتجلب حلولا. المشكلة الصومال هي تريد أن تصد هذا العدوان أو التهديد الإثيوبي على أراضينا. سيادة الرئيس، هل وصلت
قوات مصرية إلى الصومال أو ستصل قوات مصرية إلى الصومال في غضون الشهور القليلة القادمة؟ لا لا لم تصل أي قوات مصرية بعد. نعم مصر تدعم السودان عفوا الصومال وتدرب قواتنا الأمنية وتزودنا وتمدنا بالمعدات والأجهزة التي تحتاج إليها قواتنا الأمنية، ولكن ليس هنالك جنود مصريون على الأراضي الصومالية. غدا هو يوم آخر. يعني كل ما قيل في بعض وسائل الإعلام من أن مصر سترسل ما يقرب من 10,000 جندي مصري إلى الصومال، ما مدى دقة هذه المعلومات؟ لا لا هذه المعلومة لم تصدر عنا ولست حتى على علم بها. وأنتم لم توقعوا مع مصر أي اتفاقيات بموجبها سيصل جنود مصريين إلى الصومال؟ لا نحن وقعنا اتفاقية دفاعية مع مصر، ولكن هنالك اتفاقيات مماثلة وقعناها مع أثيوبيا منذ 10 سنوات، والاتفاقيات الدفاعية هي اتفاقيات تمثل أطر عمل، ولكن هنالك بعض البروتوكولات الواجب تنفيذها. مصر والصومال لهما كامل الحق للاتفاق على البروتوكولات التي تحكم علاقات البلدين، ولكن تنفيذ الاتفاقيات الدفاعية هذا أمر يعود لكلا البلدين. تابعنا أيضا بعض المشاهد المسربة التي تقول أن مصر أرسلت أسلحة سواء عن طريق الجو أو عن طريق البحر إلى الصومال، حقيقة الأمر وطبيعة هذه الأسلحة سيادة الرئيس؟ طبعا الصومال طلبت دعما من دول مختلفة لتزودنا بمعدات وأجهزة، طلبنا من أثيوبيا ولم تستجب، أيضا قدمنا طلبات لكل من كينيا، جيبوتي، الولايات المتحدة العربية السعودية وكذلك الدول العربية، وكل الدول تدعم الصومال، لأن الصومال تخوض حربا ضد المنظمات والجماعات الإرهابية، وبالتالي طلبنا دعما ومساندة من الدول المختلفة وهي استجابت لطلباتنا، ومن بينها مصر. الموضوع هو موضوع يهم مصر ولكن لا يقتصر على مصر فقط، كما ذكرت جيبوتي، الدول الأوروبية وغيرها، ومصر هي من بين دول كثيرة دعمت ومدت الصومال بهذه الأجهزة والمعدات. هناك البعض يتخوف أن تتحول الصومال لمنطقة صراع إقليمي بين مصر من جانب وبين إثيوبيا من جانب، وأنت تعلم يعني حجم الخلاف بين مصر وإثيوبيا الآن خصوصا فيما يتعلق بصد النهضة، هل قدر الله من الممكن أن يحدث ذلك؟ لا لا ليس لدينا أي نية استيعاب حروب الوكالة في المنطقة، لكن كما ذكرت الصومال نحن في وضع متفرد، نحن نخوض حربا، وإذا ما عمدت دول لاحتلال أراض صومالية أو ضم أراض ثم صومالية فنحن قلنا أن كل الخيارات ستكون متاحة على الطاولة، وأننا سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل الدفاع عن بلدنا. أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية في أزمتكم مع إثيوبيا سيادة الرئيس؟ موقف الولايات المتحدة لطالما كان واضحا كموقف باقي دول العالم. الولايات المتحدة أوضحت وبشكل جلي بأن وحدة الصومال وسيادتها على أراضيها ينبغي أن تحترم، ولن تسمح لإثيوبيا بانتهاك ذلك، وهذا موقف الولايات المتحدة. والولايات المتحدة لطالما دعمت الصومال خلال العقود الماضية في حربها ضد الإرهاب وكذلك في جهود إعادة بناء وعودة السلام إلى الصومال، لذلك موقف الولايات المتحدة كان ثابتا بشأن سيادة الصومال على كامل أراضيها ووحدة الصومال بشكل كامل. سيادة الرئيس دعني أسألك وأعلم عنك دائما الصراحة وسعة الصدر، هل هناك دول عربية أو أفريقية أو حتى دولية
تقف وراء إثيوبيا، تقف وراء إثيوبيا في مسعاها للحصول على ميناء اقتصادي وعسكري في أرض الصومال أم لا؟ One thing is sure. هنالك أمر واحد مؤكد. طبعا الصومال ليس لديها القدرة على إنشاء إثيوبيا لا تمتلك القدرة على بناء قواعد بحرية وطرق سريعة وغيرها. نحن نعتقد أن هنالك قوى أو دول لها مصلحة تدفع إثيوبيا للقيام بذلك. لا نعرف من هي تلك الدول أو من تلك أو من هي تلك الجماعات، ولكننا واثقون بأن هنالك دول تدفع إثيوبيا للقيام بذلك. فإثيوبيا لا تملك القدرة والكفاءة لبناء طرقها وحتى إحلال الأمن. لديها مشاكل كثيرة ولا يريد أن أخوض في مشاكل التي تواجهها إثيوبيا، ولكن أعتقد أن إثيوبيا وأبي أحمد ليس لديهم القدرة والإمكانية لبناء قواعد بحرية أو موانئ أو طرق سريعة. السؤال المهم هو من هو وراء ذلك ومن يدفع إثيوبيا للقيام بذلك، ونتطلع لهذه الإجابة قريبا. أن الصومال بشكل أو بآخر من خلال أجهزتها بالتأكيد لديها علم للدول التي تقف خلف إثيوبيا وفي دعم مسعاها في هذا السياق، بالتأكيد لديكم علم بشكل أو بآخر سيادة الرئيس. كما قلت محقا، إذن نحن لا ننتظر بل نحقق في الموضوع. هذا الموضوع موجود منذ أشهر. نحن ما زلنا نأمل بأن يكون هناك حل ممكن، وتركيا تقوم بعمل جيد على هذا الصعيد. نعم تبذل جهودا كثيرة من قبل تركيا، وحتى ونحن نتحدث الآن تركيا مشاركة في جهود وتنتقل بين الصومال وإثيوبيا بحثا عن حلول، ونحن يحدون الأمل ما زلنا كذلك للتوصل إلى الحل. ملفات كثيرة، فأريد أن أغلق الملف مع إثيوبيا. لا قدر الله إذا أصرت إثيوبيا على المضي في الخطط المعدة في هذا السياق وتوقيع اتفاق مع أرض الصومال، هل هذا يعني أننا سنكون لا قدر أمام حرب بين الصومال وبين إثيوبيا؟ Well, first of all, Somalia is in a war. في البداية نحن نخوض حربا واحدة، وهذه الحرب هي ضد الإرهاب، ضد الجماعات الموالية للقاعدة، وبالتالي نحن معنيون ببلدنا وبشعبنا، ولكن نحن نخوض هذه الحرب نيابة عن العالم من أجل استقرار وأمن المنطقة. نحن لا ننوي خوض أي حرب ضد إثيوبيا، وكما قلت ما زلنا نأمل بأن الوضع لن يصل إلى هذا المستوى ويقود إلى حرب، ولكن تبقى الصومال دولة مستقلة وذات سيادة وستقوم بكل ما في وسعها من أجل الدفاع عن بلدنا، ولكن لسنا مستعدون لخوض حرب ضد إثيوبيا أو ضد أي جهة أخرى. نعم، أريد أن أذهب للسودان، وأنا أعلم أنكم انشغلتم بملف السودان كثيرا وتأثرتم حتى به بشكل أو بآخر. كيف سيادة الرئيس كيف تتابع ما يحدث في السودان الآن وهذه الحرب الدائرة يعني قرابة العام ونصف العام حتى الآن بين الجيش والدعم السريع؟ I would like first of all to say في البداية أود القول بأننا نأسف جدا إزاء ما يحدث في السودان، ونحن لسنا سعيدون إزاء المشاكل والقتال. موقفنا كان واضحا تماما، نحن نريد سودان ينعم بالسلام والاستقرار وكذلك مع الحفاظ على سيادته، ونأمل أن يتحقق ذلك من خلال الاتفاق وليس من خلال الحرب والكوارث والأزمات. كلا الطرفين، أنا التقيت طبعا في الماضي التقيت بكل من الجنرال البرهان وكذلك التقيت بالجنرال حميدتي أيضا، وقلت لهما عن تجربتنا
بشأن الحرب الأهلية التي شهدناها. أي حرب أهلية هي تمثل كارثة، وفي نهاية المطاف ستنتهي من خلال حل سلمي، من خلال التفاوض والحوار. وبالتالي قلت لكلا الزعيمين بأن عليهما أن ينخرطا في الحوار والتوصل إلى حل، تجنبا لموت المئات بل الآلاف من السودانيين وتعريض المواطنين إلى المجاعة. ما زلنا نضغط من خلال منظمة الإيجاد من أجل التوصل إلى حل بين الطرفين، ولكن تعاطفنا مع الشعب السوداني بالتأكيد. نحن فقدنا سيادتنا ولا نريد للسودان أن يواجه وضعا مماثلا. كما ذكرت، نحن دائما نؤكد على أن الحل يجب أن يكون حلا سلميا. ما الذي يعيق الوصول إلى سلام في السودان وإيقاف هذه الحرب من وجهة نظرك؟ المشكلة طبعا عندما تندلع حرب أهلية مثل هذه لا يمكن شرحها بطريقة موحدة في العالم. وما كان يحدث في الحروب الأهلية السابقة، طبعا لكل جهة وجهة نظرها بشأن أسباب ومسببات الحروب الأهلية، لكن نحن في الصومال قلقون قلقا كبيرا إذا ما يحدث في السودان. وطبعا الأمين العام لمنظمة الإيجاد زار الصومال مؤخرا، وهنالك محادثات جارية على مستوى الإيجاد من أجل التوصل إلى حل للمشكلة السودانية. نحن قريبون جدا من السودان، ونحن يربطنا تاريخ طويل، والسودان لطالما دعمت الصومال خلال العقود الثلاثة الماضية عندما كنا نواجه أوضاعا صعبة. لذلك نحن سنقدم كل أوجه الدعم من أجل مساعدة السودان على التوصل إلى حل لهذه المشكلة. نحن من خلال المبعوث الخاص بالإيجاد سندعم جهودهم من أجل التوصل إلى حل لتلك المشكلة. لكن الصومال لا تنحاز لأي من الطرفين، سواء الجيش أو الدعم السريع، لا تنحازون لأي من الطرفين المتحاربين؟ نحن نريد السلام، ومن يسعى إلى السلام لا يمكن أن ينحاز إلى طرف أو يفضل طرف على آخر. نحن نريد لكلا الطرفين أن يجلسا معا، وكما قلت نحن حريصون على دعم السودان لتكون دولة مستقلة وذات سيادة وحل هذه المشكلة، ونحن ولدي أمل بأن المشكلة ستحل. سيادة رئيس الحكومة السودانية والجيش السوداني اتهم الإيجاد وبعض دول الإيجاد بأنها تقف ضد الجيش وضد الحكومة السودانية وتنحاز بشكل أو بآخر للدعم السريع والفريق حميدتي. ما ركون في هذه الاتهامات؟ نعم، ربما طرفي المشكلة في السودان لديهما مشاكل مع مؤسسات الإيجاد أو مع بعض الدول الأعضاء في الإيجاد، كلا الطرفين ليس لديهما أي مشاكل مع الصومال، والعكس صحيح، ليس لديهما مشاكل مع الجنرال برهان ولا حميدتي، ونحن تربطنا علاقات طيبة مع السودان. والصومال لطالما سعت لأن تلعب دورا فاعلا ونشطا في جهود التوصل إلى حل، ليس بالضرورة أن تكون على صعيد الأسرة الدولية، ولكن أنا كما ذكرت التقيت بكلا الطرفين، التقيت بهما في الصومال وفي نيروبي وأجريت معهما مكالمات هاتفية. لذلك نحن مرتاحون إزاء التعامل مع هذه المسألة، ونحن ندعم الشعب السوداني وندعم الحكومة السودانية. لا أريد أن أقف على التفاصيل، لكن هي معلومة مهمة سيادة الرئيس، متى آخر مرة تواصلت مع الفريق حميدتي ومع الفريق البرهان بشكل مباشر أنت شخصيا؟ The last إيجاد meeting in Djibouti. خلال الاجتماع الأخير لمنظمة الإيجاد أو مجموعة الإيجاد في جيبوتي، كانت تلك المرة الأخيرة التي التقيت بهما وجاهة، ولكنني طبعا أنا كنت أتواصل مع مسؤولين تابعون للجنرال برهان وكذلك الجنرال حميدتي، كذلك التقيت بممثلي لمنظمات المجتمع المدني في نيروبي مؤخرا، ولذلك نحن نتواصل مع كل مجموعة كي نستمع إلى هواجسهم وإلى بواعث قلقهم. نعم،
على ما يبدو أنكم في الصومال تقفون في منطقة وسط بين الطرفين المتحاربين، هل هذا من الممكن أن يشجعكم على دعوة الطرفين المتحاربين للصومال للقاء ومناقشة مسألة السلام وإيقاف الحرب؟ That's what we are willing. Maybe هذا ما نسعى إليه. ربما الوضع الآن ليس مواتيا وجاهزا لمثل هذه الجهود، ولكن هدفنا أن نجمع كلا الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ونحن سنعمل على صعيد الصومال وكذلك سنعمل على تحقيق ذلك من خلال مجموعة الإيجاد. طيب يعني بصراحة سيادة الرئيس، هل هناك دول إفريقية خصوصا دول جوار السودان بشكل أو بآخر هي تعمق أزمة السودان، تدعم طرف على حساب الطرف الآخر بالسلاح بالمرتزقة كما يقال أم لا؟ You know when you have such a problem. كما تعرف عندما يكون هنالك مشكلة مثل هذه ويكون هنالك عدم سيطرة على الحدود فإن كل شيء ممكن، ولكن لن نوجه أصابع الاتهام إلى دولة بحد عينها. ما رسالة الصومال إلى الفريقين البرهان وحميدتي؟ Our message is stop. رسالتنا هي أن يصمت البنادق ويقف القتال ويجلس إلى طاولة المفاوضات من أجل مناقشة المشاكل، ويستعين بالجهات التي يمكن أن تدعم السودان. هذه رسالتنا، وصومال لطالما كانت جاهزة للمساهمة في هذه الجهود. نعم بعض أشقائنا السودانيين موجودون هنا في الصومال، وعندما يتحدثون عما يحدث داخل السودان وما يتعرض له الشعب السوداني فالأمر مؤلم للغاية ومؤسف للغاية ويبعث على الألم، ولكن كما ذكرت من الأهمية بمكان إصمات البنادق ووقف القتال والسعي نحو دعم الجهات المخلصة فيما يتعلق بمستقبل السودان. سيادة الرئيس دعني أوسع معك دائرة الحوار أكثر ونتحدث عن أفريقيا. في أفريقيا في الفترة الأخيرة عادت ظاهرة الانقلابات العسكرية مرة أخرى لألواجها في عدد ليس بالقليل من هذه الدول، كيف تنظر إلى عودة مسألة ظاهرة الانقلابات العسكرية لبعض الدول الأفريقية؟ No, not at all. It's not good. هذا ليس بجيد، ليس جيدا، وهو مؤشر سيء. لا يمكن أن يحقق نتائج جيدة. يمكن أن تكون لك نتائج جيدة على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد، وإذا ما تبعنا تاريخ الانقلابات العسكرية في كل أنحاء العالم، فإنها لن تقود ولم تقود إلى الرخاء والازدهار والسلام. وبالتالي فإن الانقلابات العسكرية ليست الحل للمشاكل. نعم هي ربما تخفف بعض المشاكل، ولكنها ستعيد المشاكل مضاعفة أضعافا كثيرة في المستقبل. وبالتالي نحن لا ندعم الانقلابات العسكرية، والحل الوحيد أمام الدول الأفريقية من خلال العمليات الديمقراطية، وتلك الدول التي أعطت شعوبها فرصة انتخاب قادتها وزعمائها هي الدول التي تنعم بالسلام والاستقرار والرخاء الآن، وحتى توليد الثروة لشعوبها والحرص على رخائهم. أنتم ترفضون فكرة أن يحكم الشعوب أو الدول الأفريقية قادة الجيوش وقادة والعسكر بشكل عام؟ بالتأكيد نحن ضد أن يحكم العسكر الدول. الجنرالات العسكريون مسؤوليتهم الدفاع عن بلدانهم وحماية الدولة، ولكن ليس قيادة الشعوب. الشعوب لا يمكن أن يحكموا إلا من خلال الذين ينتخبونهم أو يختارونهم، وهذا هو الذي يحقق السلام والاستقرار للدول. والجنرالات لا ينبغي أن يلزموا الناس أو يفرضوا عليهم ما ينبغي عليهم القيام به. ما حقيقة ما يقال من أن بعض هذه الانقلابات جاءت لطرد النفوذ الغربي خصوصا الأمريكي والفرنسي من أفريقيا؟ هل هذا صحيح بالمناسبة؟ Look. As I said earlier, كما قلت قبل قليل، إذا لم تكن قادرا على اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلكم، فإن هنالك جهات أخرى ستحدد
المستقبل فيما يتعلق بالتدخلات، إذا كانت إيجابية سيئة هذا أمر مختلف. هذه الدول لديها مواردها وطبعا هذه الدول كان لها تاريخ سيء في خلال الحقبة الاستيطانية، لكن الدول هذه الدول الإفريقية هي التي من تقر في نهاية المطاف، ولكن ليس القادة العسكريون أو الجنرالات، بل هم قادة البلاد. لذلك لا أعتقد أن تدخل دولة في شؤون دولة أخرى هذا لا أقبله، على دولة أن تقرر مصيرها وتقرر مستقبلها وتتجنب أي أزمات أو مشاكل في المستقبل. دعني أعطي حضرتك مثال صغير. مثلا البعض يقول أن دولة كفرنسا ما زالت يعني لا أقول يعني تسرق، لكن تحاول السيطرة على خيرات هذه بعض هذه الدول وبعض مواردها. هل هذا صحيح بالمناسبة؟ يعني ما زالت الدول العربية خصوصا سواء فرنسا أو أمريكا تحاول السيطرة على موارد أفريقيا وخيراتها أم لا؟ طبعا سمعت عن تاريخ أو قرأت عن تاريخ العلاقة بين الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي وفرنسا. طبعا فرنسا بغض النظر عما تقوم به إن كان خيرا أو شرا فإن هذا يتم من خلال اتفاقيات. لا أعتقد أن فرنسا تقوم بذلك من خلال القوة أو من خلال الإجبار القسري، هذا يتم من خلال اتفاقيات. وإذا كانت هناك اتفاقيات على سبيل المثال مضربة البلد، فهذا لا يتم من خلال الانقلابات العسكرية، بل من خلال إعادة النظر وإعادة بحث هذه الاتفاقيات. مثلا إذا ما ارتكبت حكومات سابقة من خلال إبراهيم اتفاقيات مضربة البلاد فهذا أمر آخر. الدول ذات السيادة يمكن أن تطلب إعادة التفاوض بشأن تلك الاتفاقيات والمعاهدات بما يخدم مصلحة الطرفين وخصوصا المصالح التي تخص الدول التي تملك هذه الموارد وتلك الثروات. لكن الحل لمثل هذه المشكلة لا يتحقق من خلال الانقلابات العسكرية. نعم هو لا يجلب حلولا، ربما يؤدي إلى قطع العلاقات مع فرنسا ويوقف الحصول على هذه الموارد، فإذا ما أوقفت فرنسا فستسعى دول أخرى للحصول على هذه الثروات. هل العسكريون قادرون على إبرام اتفاقيات تخدم وتصب في مصلحة بلدانها؟ مرة أخرى هذا أمر ينبغي أن نناقش على المستوى الفكري وبطريقة حضارية وليس بطريقة عنيفة بين الدول. طبعا عندما يتقاتل الزعماء فإن من يتضرر هو المواطنون العاديون، ليس فرنسا وليس الدول الأخرى. يجب أن نفكر دائما بحلول تركز على الشعوب وتركز على مصالحهم. لعلك كنت محق سيادة الرئيس عندما قلت أن حتى عندما تخرج دولة مثل فرنسا ستأتي يعني دول أخرى لها أطماع. لعل البعض يقول أن هذا ما يحدث من قبل روسيا الآن، الروس يحاولون التوسع في أفريقيا بشكل أو بآخر، كان من خلال الفاجنر في لحظة من اللحظات في اختناقات، والآن من خلال ما يعرف بالفيلق الأفريقي. كيف تنظرون لهذا الأمر والدول الروسي في أفريقيا بشكل عام؟ أنا لم أسمع أو أرى روسيا تقوم بمهاجمة دول إفريقية. إذا كانت تأتي إلى دول معينة فإنها تأتي بموجب اتفاقيات وقعها مع تلك الدول. إن كانت المحصلة سيئة أو جيدة لا أعرف، هذا يتوقف على الاتفاقيات، ولكن اللوم يقع على عاتق القادة، قادة وزعماء تلك الدول وليس على الأجانب، لأن هؤلاء أو دول الأجنبية هذه لها مصالحها الخاصة. نحن من ينبغي علينا حماية مصالحنا ومن نقرر المصالح التي نتنازل عنها من أجل الحصول على دعم من دول خارجية. أفريقيا لا تمتلك المصادر
والأموال الكافية التي تمكنها من الاستثمار في مشاريع كثيرة، ولا تعرف المعرفة والدراية من أجل تنفيذ المشاريع الحيوية، وبالتالي نحن بحاجة إلى مساعدة خارجية من دول العالم. لكن ما يحدث طبعا، من يقرر كيف نتعامل مع الدول الخارجية هو قرار سيادي. إذا قررت دولة مثلا أنها ترفض الاستعانة بدول أخرى، فإن روسيا أو فرنسا لن تهاجم تلك الدول. إذن المسألة تتعلق بقادتنا وزعمائنا لتحدد ما يخدم مصلحة الشعب ومصلحة الدولة. لذلك إذا ما اتفقت دولة ذات سيادة مع روسيا أو مع الصين أو الولايات المتحدة، وبالنسبة للصومال نعم بالتأكيد أنا ما يهمني هو مصلحة السودان الصوماليين، سواء الآن أو في المستقبل. لا نريد أن نحل مشكلة الآن وتخلق مشاكل كثيرة في المستقبل. لذلك أترك القرار لتلك الدول ذات السيادة لتقرر ما هو في صالحها وصالح شعوبها. أنا لا ألقي باللائمة على الدول الخارجية التي تسعى وتتطلع إلى الاستثمار في الدول الإفريقية. الصومال كدولة مع من تفضلون التعامل؟ أمريكا، روسيا أم الصين على سبيل المثال، أم دولة أخرى؟ نحن نتعامل مع كل الدول بالتأكيد، والأمر مرة أخرى يتوقف على المصالح. مصالحنا في الوقت الحالي، مصلحتنا الأكبر هي مع الولايات المتحدة، وأبرمنا اتفاقيات كبيرة مع الولايات المتحدة لأن هذا يخدم مصلحة الصومال الآن وفي المستقبل. الولايات المتحدة من أكبر الدول الداعمة للصومال، وأنا مؤخرا زرت الصين ووقعنا مذكرات تفاهم مع الصين وكذلك مع روسيا، وكل من الصين وروسيا دعمت الصومال فيما يتعلق برفع الحظر على تصدير الأسلحة للصومال الذي فرضه مجلس الأمن، وكذلك إعفاؤنا من الديون، وكذلك هم حتى أعفونا من ديونهم. وأذكر على وجه التحديد روسيا هي أعفت دين يصل إلى 700 مليون دولار، ونحن نثمن لهم ذلك ونقدر لهم ذلك وتربطنا علاقة طيبة معهم، ولكن اليوم الشراكة الأكبر هي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا عن طبيعة علاقتكم الآن التي تبدو متنامية للغاية في الفترة الأخيرة مع تركيا؟ نعم بالتأكيد، تركيا هي شريك كبير للصومال. هم جاءوا، هم طبعا دعموا الصومال في وقت حرج للغاية عندما كان الصوماليون يتعرضون للتهديد. هناك الكثير من الاتفاقيات التي قمنا بإبرامها مع تركيا اقتصادية وغيرها، ونحن نعتقد بأنهم شريك مخلص للغاية، وأنهم معنيون ومهتمون بمستقبل السودان وشعبهم. نعم هناك اتفاق عسكري مع تركيا، وهناك معسكرات تدريب في الصومال بنتها تركيا، ويدربون الجيش والقوات الأمنية في هنا، ويدربون أيضا ضباط وجنود في تركيا، ويزودون بمعدات وأجهزة. من من الدول تساعد الصومال الآن في حربها، كما ذكرت أنت كما كنت تقول، ضد الإرهاب، ضد حركة الشباب؟ هل هناك دول تساعدكم بفعالية في هذا السياق؟ طبعا نحن نحصل على دعم كبير من العالم الخارجي، من الولايات المتحدة، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، وكل دول الجوار مثل جيبوتي وكينيا، كل الدول التي ساهمت في بعثة السلام. نعم كل العالم وقف إلى جانب الصومال، ولكن الآن الصومال والصوماليون هم من ينبغي أن ينتصروا في هذه الحرب. نحن نحصل على دعم مادي، لكن من حيث البعد البشري فإن القوات العسكرية والأمنية هي التي تحارب، وهي التي تضحي بدمها من أجل الحفاظ والدفاع عن بلدنا. نعم العالم يدعمنا دعما ماديا، ونحن نثمن ونقدر لهم كل الدعم الذي قدموه، وانا لا استثني احدا. لماذا تأخرتم في حسم ملف حركة الشباب؟ And
the Shabab movement was existing for 17 years. حركة الشباب طبعا هي موجودة منذ 17 عاما وخلال تلك السنوات السبعة عشر governments that changed in the تغيرت حكومات كثيرة وكل تلك الحكومات طبعا كان لديها طريقتها فيما يتعلق بمحاربة حركة الشباب ولكن طوال الوقت كان القتال مستمرا وتلك الحرب على الإرهاب كان مستمرا ولكن بناء على التجربة والدراية والتقدم الذي أحرزناه في الماضي حققنا خطوات وقطعنا شوطا طويلا فيما يتعلق بهزيمة حركة الشباب. نعم في الماضي كانت الحرب على الإرهاب كانت تقتصر على الجانب العسكري ولكن الآن تقوم على ثلاث أبعاد البعد العسكري والأيديولوجي وكذلك الحرب المالية وهذا ما أدى إلى النجاحات التي حققناها ضد حركة الشباب. نحن نحارب على كل تلك الجبهات ونحن حلفنا النجاح على كل تلك الجبهات. نعم حاربنا هذه الحركة التي كانت منتشرة في الريف الصومالي وفي المناطق النائية وطبعا نحن أظهرنا للعالم بأننا قادرون نحن الصومال قادرون على تولي الملف الأمني بأنفسنا مع دعم طبعا من الأسرة الدولية. بداية العام القادم ستكونون جزء من مجلس الأمن كعضو غير دائم على حد علمي، ماذا ستكون أولويات الصومال عندما تتولى مقعد داخل مقعد غير دائم داخل مجلس الأمن بداية العام القادم؟ بعثة الصومال في مجلس الأمن ستبدأ عملها في شهر يناير 2025. طبعا هي ترتدي قبعات كثيرة، نحن أعضاء في الجامعة العربية وبالتالي ينبغي أن ندافع عن مصالح الجامعة العربية وندافع عن مصالحها، كذلك نحن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويجب أن ندافع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، كذلك نحن عضو في منظمة التعاون الإسلامي وسندافع عن مصالحها، ولكن هدفنا أن تكون الصومال دائما تنحاز إلى الأمن والسلم العالميين والإقليميين، وهذا موقفنا الذي وهو موقف واضح، دائما منحازون تجاه تحقيق الأمن والسلام، ونحن سندعم كل الدول التي تحرص على صون السلام والأمن في العالم. متعلق مرة أخرى بأزمتكم مع إثيوبيا، أنا أعلم أنها تشغل بالكم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما الرسالة التي تريدون أن ترسلوها إلى إثيوبيا من خلالنا من خلال شاشة الجزيرة مباشر، ماذا تقول لهم؟ رسالتي هي رسالة مهمة وأقول للشعب الإثيوبي وللقيادة الإثيوبية بأننا جيران وجيران منذ آلاف السنين وسنبقى جيران لسنوات وسنوات، لذلك الخيار الوحيد الذي أمامنا هو أن نعيش بحسن جوار ونعيش بسلام. نعم هنالك إمكانات وطاقات لأن نحقق النمو على الصعيد الاقتصادي، نعم كان وحتى كانت هنالك مبادرات تم إطلاقها من قبلي ومن قبل القيادة الإثيوبية وسميها مبادرة التكامل الاقتصادي، معا نستطيع أن ننمو ونتطور ونخلق ونجلب الثروات والرخاء والازدهار لشعوبنا. الأزمات والصراعات وانعدام الثقة لن يخلق إلا المشاكل لشعوبنا. نعم كلا البلدين بلدان فقيران ولا نستطيع أن نتحمل أن يمضي الوضع على هذا النحو، لنتعامل من مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام سيادة البلدين على أراضيهما وألا نتدخل في شؤون الدول الجهه الأخرى بشكل سلبي. نعم قد يكون لك تدخل وهذا التدخل قد يكون إيجابيا، لكن ما يحدث الآن أن إثيوبيا تدخل وبشكل سلبي في شؤون الصومال، نحن لم نتدخل بشكل سلبي ولا ننوي كذلك. رسالتي لأقول أن كلا الشعبين الصومالي والإثيوبي هما جيران، نتشارك الأرض ونتشارك الدين ونتشارك الثقافة ونتشارك أمور كثيرة، نحن
شعوب لسنا مختلفان عن بعضنا، لنركز على ما يجمعنا ولنحل ما يفرقنا أو الاختلافات البسيطة بيننا، ولكن الأهم ألا نتدخل في شؤون بعضنا البعض. ينبغي أن نكمل بعضنا بعضا، ولذلك أريد أن أوصل وأرسل هذه الرسالة للقيادة الحالية في إثيوبيا. حسن شيخ محمود، أشكرك شكرا جزيلا سيادة الرئيس. تانك. نعم. كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.